السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسباب كتيرة جدا تخليني أزرع الرمان. السبب الأول لزراعة الرمان هو إن أنا هزرع الرمان بالبذرة بأكثر من طريقة، ومش محتاج تطعيم ومش محتاج سنوات كتيرة، وهيثمر عندي في الأسطيس أو في البلكون أو على السطح أو في حديقة المنزل أو في أي مكان. البذور اللي أنا أخدتها أو حبات الرمان اللي أنا أخدتها، أخدت حب الرمان الفاسد التالف. أثناء ما هاكل الرمان هيكون عندي حب تالف زي كده، حب بيكون خربان، حبة 2 3 10 على حسب عدد بذور الرمان اللي عندي أو حب بذور الرمان اللي عندي. هاخد بذور الرمان، هناخد بذور الرمان، وزي ما ذكرنا في أكثر من طريقة لبذور الرمان. ممكن نزرع بذور الرمان بنفس الشكل بدون ما نشيل من عليها الرمان، ولكن هتتأخر في الإنبات. هتفضل البذرة موجودة والجنين موجود لحين ما الرمان اللي بره يتحلل، بعد كده الإنبات يبدأ أو الجنين يبدأ في عملية الإنبات. لكن لو إحنا حبينا نسرع إنبات بذرة الرمان، هندوس على ثمرة الرمان، على حبة الرمان، هندوس عليها بنفس الشكل ونتخلص من الرمان اللي موجود، وأصبح هنا الجنين هينبت أسرع من مكان الرمان يكون موجود. فبالتالي بنفس الشكل هنهرس الرمان بنفس الطريقة ونتخلص من الرمان، أو بمعنى صح نكشف الجنين اللي في الداخل بنفس الطريقة. طيب هنغسل الرمان؟ لا، مش هنغسل الرمان. هنغسل الرمان في حالة واحدة فقط، لو كنا احنا هننبت البذور دي في منديل، فبالتالي لازم نغسل بقايا ثمرة الرمان عشان ما تسببش في تعفن وموت الجنين. لكن ما دام انا هزرع في التربة، فبالتالي انا مش محتاج ان انا اغسل الرمان. كل اللي انا هعمله بس هو ان انا هتخلص من بقايا الرمان او من ثمرة الرمان من على الجنين عشان اكشف الجنين والجنين ينبت عندي بسرعة. بس نفس الشكل بعد كده هقلب الرمان على سطح التربة في محيط سنتي واحد على الأعلى، وبعد كده أروي، هروي ريا غمر، ويفضل إن احنا نروي دي الرشاش زي ما بنذكر عشان نوزع المي بشكل جيد. البذرة دي غطي البذور، اتأكد ان البذور اتغطت بشكل جيد. بعد كده اغطي بكيس. هنا في تاريخ 10/2/2022، يعني 10 فبراير 2022، هنفتح على البذور ونشوف عملية الانبات. بسم الله، هنا ما شاء الله الانبات وضعه ممتاز. طبعا هتختلف شتلة عن شتلة وعمر عن عمر، وده على حسب عمق البذرة. كل ما كانت البذرة غويطة للأسفل كل ما تأخر في عملية الانبات. لكن في النهاية هنا عندي شتلة 2 3 4، ما شاء الله كمية الأشتال وضعه ممتاز، ومازال لسه في عندي أشتال جديدة بتنمو. من ضمن الأسباب اللي هتخليني أزرع الرمان هو إن أنا هزرع الرمان بالبذرة وهيثمر عندي بدون تطعيم. من ضمن الأسباب اللي هتخليني أزرع الرمان هو إن أنا هزرع الرمان وهيثمر في خلال 6 إلى 8 شهور، مش هيستغرق سنوات طويلة زي باقي أشجار الفاكهة، مش هيحتاج تطعيم، مش محتاج حديقة، مش محتاج أي عناء، في قصيص صغير وهيثمر عندي الرمان. هزرع الرمان بالبذرة، مش محتاج عقلة، مش محتاج ان انا اروح مشتل واشتري شتلة رمان، هشتري ثمار الرمان اللي انا باكلها وبشتريها من محل الفاكهة وباكلها، وهزرع منها الرمان، وهيكون عندي شجرة رمان مثمرة في المنزل. اسباب كتيرة جدا تخلينا نزرع الرمان في المنزل من البذرة. هنا بذور الرمان اللي كانت في الاصل تلفة اصبحت اشتال رمان. هننتظر شوية لحين ما الأشتال تطلع الأوراق الحقيقية، وبعد كده نبدأ نفرد الأشتال، وده نشوفه في فيديو قادم.